كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ اليوم الفيديو رح يكون متنوع بعيد عن الديزاين والتصميم والألوان. رح أخذكم بجولة بالأماكن الحلوة اللي استمتعنا فيها قبل رمضان وبرمضان في الأردن. ومشان أغلب وقتي بقضيه في مكتبنا، مكتب التصميم الداخلي اللي افتتحنا بالأردن، فكمان رح أورجيكم شوية من يومياتي في المكتب. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، منشان الفترة الجاي قررت اني افاجئكم واشارككم بسلسلة جديدة وكتير حلوة. مين فيكم حذر عن شو راح تكون السلسلة؟ يلا اكتبوا لي تحت في التعليقات وخلينا نبلش الفيديو. بداية لازم ابارك لكم بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. بعرف انه صرنا قاطعين ثلثه وهلا بدنا نوصل لنصه، بس مش مشكلة، اعذروني اخر واحدة في اليوتيوب بتبارك لكم. الله يتقبل منا جميعا الصيام والقيام ويضاعف لنا جميع الحسنات ويرفع عنا البلاء بهذا الشهر الفضيل. وهلأ بدي أرجعكم بالزمن قبل ما يبلش شهر رمضان فضيل وبداية الربيع في الأردن. خليني أخذكم معنا على الرحلة اللي عملناها. خير، كيفكم يا حلوين؟ اليوم ما في شغل، بس رح أنفسحكم معنا بما إنه إحنا فصل الربيع ومبارح كان جمعة وكان عندنا حظر، فاليوم احنا فينا نطلع، فقررنا انه نعمل بيكنيك انا وماما ويزن ورايا ورغد وخالتي، ويمكن يجي بخالتي ورح يجوا كمان تيتا وسيدو، فخلينا نشوف البيكنيك كيف بتطلع. اهلا اهلا اهلا، صباح الورد. اهلا وسهلا. يا لهوي شوف الشاحنه كيف ماشي قدامنا، عادي بكل ثقه. هي رايا ريوش وصلت، بنت خالتي الصغيره الاموره، طبعا هي اكثر وحده متحمسه للطلعه. في لمة العيلة كتير حلوة، الله يخلي لكم عيالكم، وإذا أنتم مغتربين أو أهلكم مغتربين الله يجمعكم معهم على خير. تاني شي السما كانت كتير زرقاء وحلوة، والخضار والورد كان معبي كل الشوارع، كتير كنا مبسوطين. بس هدول الشجر لساتهم عايشين أجواء الخريف، والشتاء لسه ما طلع عليهم الورق الأخضر. قبل ما تسألوني شو هاي المنطقة، ما بعرف كتير أوصف لكم إياها، بس هي موازي لشارع المطار بالطريق لمنطقة الأندلسية الموجودة بمأدبة، طبعا بالأردن يعني وعمان. فرش أسنانك. طيب شو؟ رح يجي لعندي كان. كتير كان نفسي انزل عند الجمل، بس شفته قديش هو عنيف فرحنا كملنا طريقنا. ماما خلص خليهم يشيلوا. شو مالك؟ دحشيني. دحشيني؟ قصدك فعصينك؟ مبسوطة؟ ماما؟ والله هون وحدة. شو رأيك بالوضع؟ بحس انه وراه شي بجنن عن جد، حياة حلوة كثير. خضار خضار خضار. شفتي الوردة البنفسجي شو حلو؟ صار في اسمها ومايلة على جهة واحدة كمان. على انت جهة يا حي شو برد، انا ما حسبتش حسابها قد برد. إذا قبل بيومين من هاي الطلعة أعلن فلكيا إنه انتهى فصل أو توقيت فصل الشتاء ودخلنا بتوقيت فصل الصيف، بس يومها كان كتير 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 برد لدرجة إنه ما حسينا في الوقت، ما بعرف شو دخل الوقت بالبرد، بس هيك كنا كتير معجوئين لأنه كتير برد وحسينا هيك زي كأنه بدنا نخلص كل شيء بسرعة. واللي بحب يعرف كل إشي خلف الكواليس وعن التحضيرات وكل إشي سويناه بالرحلة يتابع صفحة ماما. هلأ رح أحط لكم هون صفحتها على الشاشة، وكمان رح تلاقوها على صندوق الوصف. ماما
كيفك سيدو؟ اهلا وسهلا. كيفك سيدو؟ عليكم السلام. على السلامة. كيف حالك؟ يا هندي اهلا. الحلاوة هذه ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. مرتب. شو اخباركم؟ الحمد لله. هيك بدها راي، ايش حط على حشيش حطك؟ كيفك سيدو؟ كيفك سيدو؟ اهلا وسهلا. عملت لكم ورا عنب بالزيت. يا عيني. هاي تبي؟ هاي توبي. يا سلام. ورق عنب هون. شوفونا هون ورق عنب في شاي كوكيز. خلالات ماما سوتهم والزيتون. في عنا. رايا مبسوطة؟ حاولت يعني أصر لكم المقاطع قد ما بقدر، بس صراحة اللحظة كتير حلوة وحبيت أن تعيشوها معنا، وتحاولوا أنكم تستمتعوا لو كنتوا في أي بلد بالدنيا بأنكم تعملوا جمعات حلوة وتختاروا أماكن حلوة ولطيفة وتستغلوا الوقت بأنكم تطلعوا رحلات وتقضوا وقت مع العيلة. فكرة الفيديو مش مسرع، أنا كتير سريعة. اوف بدي الحق الباب قبل ما يسكر. شراء خذينا لفه بمزرعتك. وينو؟ شايف شو صار؟ هذا النعناع. هاي النعناع. هذا ثوم. هذه ارض الغزال. في شيء اسمه ارض الغزال؟ ارض الغزال الفواكه المدوره. وهذا فول. فول. هذا فجل. ياي هذا فول. هيني هاي العريشة اللي بنقعد فيها بالصيف بتجنن. سمول دوغ يا حبيبي يا حلو. هاي ابنه يا حلو. كيوت. ايش بدكم؟ بدوش ايانا نروح. ما بدو ايانا نروح. شايفينه؟ اهو بدور على ابنه. طلع كيف بطلع على ابنه. يا حلوم يا كوكو. هلا وصلنا على مكان هديئة الحيوان في الاردن. شوف احلى الوردات. كيوت. جننوا. هم جاي يشوفوا الحيوانات وانا جاي اشوف الوردات. هاي سيدو. هاي تيتا. رايا شو جبت؟ رايا شو جبتي عشان طعم الحيوانات؟ خبز. مين بياكل خبز بالحيوانات؟ لا ما هيك اشياء. الضب. حطينا له خبز. حطوا له خبز. صحتين صحتين. هاي في حيوانات ثانيه صارت تصرخ. نادي. هذا يما شو انه ضب ايه انت راح عليك قبل شوي شو صار؟ طلع يلا هيا بنصور. هاي خلاص
الذبح ياكل خبز كله اليوم. هنا حمرة طلع طلع. ولا هاي القاعدة على العجلة. شو؟ الملك الغابي. مين هو؟ الملك الغابي. يي قاعد هو مين؟ الأسد ولا بقى؟ بردانين على فكرة قاعدين فوق. هون في عنا الضبع. هي. هاي القرود. جينا على إيكيا الأردن. هلا بورجيكم إياه. هاي للتعقيم. هاي ماما في إيكيا الأردن. نعم؟ مطعم فوق ولا تحت؟ أي مطعم بدك؟ طبعا ماما عم بتفكر تعمل تشتري هذا الكرسي وتعمل له ريسايكل. هي خالتي كمان يشيلوا التنجيد اللي عليه ويعملوه بطريقه تانية خاصه فيهم، بس الستراكشر تبع الكرسي الخشب يكون بعده موجود عشان تعرفوا ان احنا العيله كلها فنيه. هي ماما وخالتي. بصراحة أنا من الناس إنتاجيتي كتير كتير بتتضاعف وبتزيد كتير كل ما أطلع إجازة أو أعمل شيء يكسر الروتين بالعطلة أو حتى بأيام الأسبوع، فبحاول دايماً أني أجدد طريقة طلعتي، أروح على مكان جديد مختلف مع ناس جديدة، أعمل أشياء جديدة لتخليني أرجع أجدد طاقتي قبل الدوام. هاي البورد اللي أنا عم بركب عليها حالياً بزنس كارت تبعوني اشتريتها قبل بيوم من إيكيا أو آيكيا أو whatever شو بتحبوا تحكوله، كل بلد بكون عنده أكسنت مختلف. anyway فهون حاطة كل البزنس كارت تبعوني من أول يوم تخرجت فيه من الجامعة عملت بزنس كارد لحد يومكم هاد، ولما كنت موظفة ولما كنت أشترك في معارض، بس صراحة ما عجبوني ورجعت شلتهم. ف يلا مش مشكلة، بس حبيت أشارككم شوي. بس شي نهار رح أعلقهم بشي مكان هيك مميز وأحط تاريخ كل فترة لكل بزنس كارد. ممكن تحكوا عني أولد سكول شوي، بس أنا مقتنعة تماماً إنه لازم دايماً نقوي علاقة بين الإيد والأعصاب اللي مشبوكة مع المخ، فدايماً لازم نشتغل بإيدنا ونحاول إن نكتب ونرسم ونعمل كل إشي وحتى نحلل كل مخططات أو أي إشي موجود عنا قبل ما نخليه كمبيوترايز أو ديجيتال، لنقدر إنه نحلله بطريقة صحيحة. حتى هون كمان مش بس المخططات، دايماً بحب أكتب التودو ليست تبعتي سواء كانت أسبوعية أو يومية. مرات كتير ما بلتزم فيهم، بس على الأقل بكون عارفة شو الشغلات اللي قدرت أخلصها والشغلات اللي ما قدرت أخلصها. وكمان حتى ممكن أني أقدر أرتب أفكاري، لأنه كتير أحيان بكون مفكر أنه أنا كتير 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 علي تاسك وكتير علي مهمات لازم أعملهم، بس لما بكتب وبقعد أفكر وأتذكر بكتشف أنهم واحد اثنين ثلاثة، فبرتب أولوياتهم وبقرر أني أمشي فيهم واحد ورا التاني وأخلص واحد ورا التاني، وبعد ما أخلص بحس بإنجاز. بس لو كنت أضلني أفكر أنه أنا عندي كتير أشياء ومش عارفة من وين بدي أبلش ومش مرتبة أفكاري، رح يضل بالي مشغول دايماً ومخربط وأفكر حالي أنه أنا كتير متأخرة. وفعلياً لما برتب أفكاري على ورقة بكون كتير سهل أني أرجع لها وبقدر أعرف شو الشغلات اللي عن جد علي والشغلات اللي مش موجود. فالملخص نصيحتي لكم بأي مرحلة كنتوا موجودة فيها بحياتكم كتير مهم أنكم ترتبوا أفكاركم والأشياء اللي لازم تعملوها على دفتر ويكون مرجع لكم. بفضل أنكم تحطوا التاريخ عشان تحتفظوا فيه لمسيرة حياتكم ويكون إشي تفتخروا فيه أنه هيك أنتوا بلشتوا وهيك كنتوا عم بتخططوا لحياتكم وبهاي الطريقة قدرتوا توصلوا للشي اللي بدكم إياه. وبتمنى من كل حد استفاد من هاي الفكرة وبلش يطبقها بأنه يصورها على الانستغرام ويحكي عن تجربته ويعمل لي منشن علشان أرجع أعيد النشر بالانستغرام تبعتي وعلى صفحتي. هي حي الفترة ما رح أقدر أصوركم سلسلة حياة المصمم الجزء الثالث، بس بحاول قد ما بقدر إني أصوركم مقتطفات علشان لما يجي الوقت المناسب أقدر أنشركم فيديوهات تقدر تستفيدوا منها. ولأول مرة بشوف قناتي كمان لا ينسى يروح يشوف
السلسلات اللي موجودة عندي اللي بتحكي عن التصميم. حالياً بشركتنا فات ماسكين أكتر من مشروع بالسعودية وبالإمارات وكمان بالأردن. صراحة أنا كتير بحس حالي مقصرة بقناتي باليوتيوب والمتابعين الحلوين، لأنه جد أنتوا ناس بتستاهلوا أنه أعطيكم كل إشي بتعلمه وكل إشي بستفيد منه وأفيدكم. بس جد 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 هذا العمر اللي أنا بقدر أسوي فيه experience وأتعلم، لأنه مو معقول يصير عمري 40 سنة وأكون ما عندي experience بكتير شغلات. فبحاول قد ما بقدر أني أعمل experience ونفس الوقت أشارككم فيها. شكرا لكل حد وصل لهاي المرحلة من الفيديو. بتمنى من كل قلبي أنكم تدعموني بلايك وشير وكومنت منشان اليوتيوب يعرف أنه هذا الفيديو حلو ويدعمني بنشره أكتر وتكبر قناتي أكتر وترجع عندي المشاهدات عالية. لو بتشوفوا في عندي كتير فرق بالمشاهدات، لأنه مريت بفترة كانت شوي صعبة وما كنت أقدر أني أعمل نشر لفيديوهات فانضربت شوي قناتي. فبتمنى أنكم تدعموني. شوفوا إيدي كيف صارت. طبعا هذا هو الإشي، يمكن هذا أنظف مخطط اشتغلته بحياتي. في عندي هاي المنطقة لساتني كلها ما أعرف شو بدي أعمل فيها. فبليز بليز بليز ما تنسوا إنكم تدعموني ويلا نكمل الفيديو. Good morning everyone. طبعا ما بعرف أنتوا بتشوفوا الفيديو هو حيكون صبح هو حيكون ليل، هو رح يكون ببداية الفيديو ما بعرف، بس هذا الفيديو رح يكون تجميع فيديوهات. فاللي رح أورجيكم إياه هلأ لايف من المكتب. اليوم هو اليوم السادس من رمضان. الحمد لله أنا في قمة نشاطي طول النهار، في قمة نشاطي بعد الفطور بنام بسرعة. المهم ما علينا، حبيت أورجيكم لايف. تذكروا الفيو الحلو اللي موجود قدام المكتب اللي بتصبح وبتمسى فيه. أوكي هلأ رح أورجيكم مين رح يخلص لنا الفيو. جملتي ملغومة صح أو مش مفهومة؟ خليني أورجيكم. ترى عنا خواريف رح يأكلوا لي كل الخضار. شوفوا هذا الخروف كيف نايم على وجهه وهون كلياتهم لزقين ببعض. بعرفش شو في هون عند السور ليلزقوا. وهذا عمه كان عم بصور ابنه قبل شوي مع الخرفان عاجبينه. وهناك في الراعي، في حمار عم بياكل، في ولاد نزلوا يلعب مع الخرفان. راح عليكم الخرفان كيف كان يركض ومتت من الضحك. بس كمان شوي برجع بورجيكم الابديتس. خلوني هلا ارجع على شغلي. طبعا شوفوا مكتبي كيف معبى اغراض، معبى معبى. بحكي لكم الناس الكرياتيف هيك بيكونوا، اما الاذكياء بيكونوا مرتبين بس كرياتيف يعني. ولا انتم شو رايكم كيف اشكل مكتبكم؟ هلا انا هون عم بشتغل على مخطط جديد 700 متر لمحل فساتين. هاي المخطط هون أنا عم بعمل تجارب أول وثاني وبعيد وبقلبه وبحطه. anyway إن شاء الله ما رح أعملكم سلسلة فيديوهات، بس رح أعملكم إياه، رح أعملكم فيديو واحد طويل فيه before and after مشان أقدر أضلني أشارككم ما أتأخر عليكم بالفيديوهات. بعدين شايفين هذا كيف لما بتجيني فكرة بعملهم هاي كلياتهم بحطهم هون. اخترعت إنه هذا مسند يكون. هذا الكتاب تبع أسيل، كمان في مشروع عم بشتغل فيه. هذه رزن، تجربة رزن لإلي، بعدين بشرح لكم عنها. أول بتابعني على الانستغرام شاف أنا كيف عملتها. حاليا خليها استند للعطر، خليني أروح أكمل شغل وارجع بحكي معكم. أوكي على السلامة. شوفوا الخواريف مش كتير مبينين من عندي. اليوم ما رح أقعد على مكتبي، حروح أقعد على الميتينج تيبل علشان عندي كتير شغل وبدي مساحة كتير كبيرة، لأنه هذا المكتب هيك مرتب. تعالوا شوفوا بعد شوي كيف رح يصير. هذه to do list تبعت الشهر رمضان. اليوم بدي أعمل to do list تبعت اليوم. خلينا نبلش. منكم تدعوا لي من قلبكم إنه هذا المشروع يتيسر معي، لأنه أول مشروع استلمته بالأردن فكتير متحمسة ونقطة خوف في قلبي، بس مش خايف كتير صراحة. أنا بس جعبالي أعمل جو دراما، بس ادعوا لي إنه أخلصه ويطلع حلو وأقدر أشارككم فيه، لأنه كتير 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 متحمسة وإن شاء الله إن شاء الله رح يطلع شيء حلو ومرتب. وآخر طلعة قبل ما يبلش شهر رمضان رح أختم لكم الفيديو بأحلى مكان في الأردن وأقدم مكان اللي هو جبل عمان، تحديداً جبل الويبدة.
زي ما انتم شايفين كلياتها رسومات على الحيط ومحلات فيها شغلات انتيك واثريه وممكن انكم تشتروها كهدايا او سوفينيرز اذا انتم بدكم تزوروا البلد. راح اخلي لكم لوكيشن او الموقع تبع المحل. هي عمرها هيك لكم الوان درجه الكلحه الوان قربة مطعم هاشم. اوكي شوفوا احلى الشغلات اللي عنده. هذول بوسترات فيكم تجيبوا. هلا فرح ما اخذتنا على محل اسمه يافا كافيه. كثير حلو. اهم شيء الشاي. وفي قهوه على الرمل. اي حدا بيجي على جبل ورده ورده صح؟ اي حدا بيجي على الورده لازم يمر عليه. هي شوف الحتة هاي دومه زي كثير ناس بعرفها. خليني احط الماسك. هذا المكان كمان كتير حلو. هل رح احط لكم اسمه علشان تقدروا انكم تروحوا. ولا تنسوا تحكوا لهم انه انتم من طرف اليوتيوبر ندى الجمعة مشان يهتموا فيكم. شكرا لكل حد لساته بالفيديو ما طلع. عن جد شكرا كتير لكم. بتمنى تحكوا لي اذا عجبكم هذا النوع من المحتوى عشان احاول اشارككم كمان بمغامراتي والشغلات التانية اللي بسويها غير الشغل. وبليز خليكم لاخر الفيديو لانه في مفاجأة كتير حلوة لكم. فرح عم تشرب لنا عصير ليمون مع نعناع. بتتأمل وبتتنفس الهواء النظيف وتفرج على الفيو الحلو. أنا هلأ بدي أبلش أشرب القهوة تاعتي. وبنحب نشكر صديقتي فرح على الطلعة الحلوة والمشاوير الحلوة اللي ودتنا عليها اليوم. وبدي منكم تروح على صندوق الوصف وتعملوا لفرح سبسكرايب على قناتها لأنه عندها قناة على الهيلثي لايف ستايل كتير كتير حلوة ومفيدة. يوم السبت إن شاء الله راح ننزل فيديو تفجير تفجير تفجير. رح انزلكم فيديو تصميمي لغرفة بيبي خالد من ASK Family وكمان هم رح ينزلوا الصورة النهائية للغرفة. فيلا استنوني يوم السبت ان شاء الله رح تكون الحلقة كتير كتير حلوة. يلا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتستنوني بالفيديو الجديد. بحبكم كتير. مع السلامة. باي.